جاهزين؟ جاهزين طبعا يا حاجة. تمام قوي يا ابو الزير. وانت يا واد يا كشري جاهز؟ اه يا اما جاهز، بس قولوا لنا قوانين اللعبه ايه. هقول لك قوانين اللعبه ايه يا واد يا منايل. دي حرب ازايز، اللي هياخد ازازه في دماغه وقع ده خسران. الله يخرب بيتك يا ام كشري، جايبينها عشان تموتيني او ليه؟ لا يا ابو الزير مش هتموت ولا حاجه، انت هتتعور بس. تعور بس؟ ده انا افرتك دماغك بالازاز دي كلها يا ام كشري. لما نشوف هتعمل ايه يا منايل. المهم بقى ايه يا ام كشري؟ المهم اللي يعرف يستخبى ورا حاجه ويضرب يتعامل. المهم كلكم كده، محدش يبقى ظاهر كده في الساعه اللي انتوا شايفينها دي كلها. خلاص ماشي يا ام كشري، يعني استخبى واضرب عادي؟ ايوه يا واد يا كشري، استخبى واضرب، ولو حد شاف التاني يديله على طول بالازاز. خلاص ماشي انا موافق. فهمت كده يا ابو الزير كل حاجه؟ فهمت يا ام كشري، فهمت. يعني الازايز والشوال ده كله لازم يخلص كله؟ ايوه يا ابو الزير، انت قدامك ازايز ومعاك شوال زي ما انا معايا بالظبط، وانت يا واد يا كشري نفس القصه. خلاص ماشي يا ام كشري، انا فهمت اللعبه دي. يلا بقى عشان نبدا. يلا بينا يا واد يا كشري، كل واحد بقى ياخد جنب كده ويشوف هيستخبى فين، وهنقول ابدا كله يشتغل. خلاص ماشي يا ام كشري، فهمت. يلا يا كشري يد لم الازايز اهو. ماشي يا ابو الزير، يلا لم. انا بلم اهو، وانا كمان هلم. لم يا واد، لم يا واد يا منايل، لم. ماشي يا اما بلم اهو. خلصت يا ابو الزير ولا لسه؟ هو قربت اخلص يا كشري. والله انا فرتك دماغي انت وامك. فرتك دماغي؟ ده انا اخلص الشغل ده عليك انت يا ابو الزير. ورينا هتعمل ايه يا ابو الزير، مش هتعرف تعمل حاجه. انا اللي هكسب ان شاء الله. انا خلصت. وانا كمان خلصت. انا خلصت انا كمان يا جدعان. يلا نبدا، يلا نبدا. يا ولدي الذين، كل واحد يستخبى ورا شجره. يا ابو كرش يا كشري، يخرب بيتك يا اما كنت هتعوريني. يا لهوي يا بنتي المحظوظه ما جاتش فيكي. انا فرتك اللي جابوك يا كشري، ما جاتش فيا يا اما. هو ابو الزير فين؟ يا ولادي العوط، مش عارفين تجيبوها؟ طب خدي دي بقى مني يا ام كشري. اي يخرب بيتك يا ابو الزير. ايوه كده، اول خطه فيك يا ام كشري اهو. ماشي يا ابو الزير، ده انا فرتك اللي جابوك. ما جاتش فيا يا بنت العبيطة يا حولة. ماشي يا ابو الزير، هوريك الحولة دي هتعمل ايه فيك. اوه يخرب بيتك يا حولة. احسن، انت لسه شفت حاجة؟ خد يا كشري. يخرب بيتك ياما. اه يا ابن الكلب يا ابو كرش، ده انا هنفخ اللي جابوك. ما جاتش فيا ياما. عادي يا كشري ياما. اه يخرب بيتك يا ابو الزير، فيا يا جدعان؟ انت لسه شفت حاجة يا ابن الحولة؟ ياما ياما الحقيني ياما. يا لهوي هجيب لك حاجة يا واد يا كشري. خد يا ابو الزير. يا بنت الكلب يا حولة، اديته في دماغه يا واد يا كشري، اديته. جدع ياما، جدع ياما والله. ده انا فرتك دماغ امك يا حولة. اي يخرب بيتك يا ابو الزير. يا بنت الكلب يا حولة، والله لا ارمي عليكي بالازازتين. يخرب بيتك يا ابو الزير، قلنا ازازة واحدة. لا مفيش ازازة واحدة، انت مش هيقصر معاك واحدة بس. الحيوان ده كشري، ده بيلعب بالاتنين ابن الموكوسة. هنلعب احنا كمان ياما بالاتنين. يا ابن الكلب يا ابن الحولة. يا لهوي الحقيني ياما. ماشي يا واد يا منيل. خد يا ابو الزير مشخخ. يا بنت الكلب يا حولة. ما جاتش فيا، ما جاتش فيا. يا بنت الشل، اديته بالطير يا واد يا منايل، اديته بالطير في دماغه. تسلم ايدك يا اما، والله العظيم نشيله والله العظيم. ايوه يا واد، امال ايه؟ ما هو الحولان ده مش من فراغ. يا بنت الكلب اضربك بالثلاثه. يا لهوي ده بيرمي بالثلاثه يا واد يا كشري، الحقني. ماشي يا اما، ماشي يا اما، اضربه اهو. يا ابن الموكوسه. يا لهوي ابني، انت هتتنفخ يا ابو الزير. يا ابن الكلب يا حوله. واحد. يا لهوي يا لهوي، وقعت ابنك بقى، فاضلش الا انت يا ام كشري. يا لهوي ده انا هنفخك يا ابو الزير يا ابن الكلب. هديك في دماغك يا نايل، خد. يا بنت الكلب. اي يا جت فيا، خد بقى انت المره دي بالتوم. يا بنت
ادي الكلب يا ام كشري. لك اتعصبت الهدف، موت يا واد يا كشري موتته. تسلم ايدك ياما والله. انا ناخ ياما. يا بنت الكلب يا ام كشري، ده انا هنفخ اللي جابوكي. مش قادر اقوم. خلاص خلاص يلا انا اللي كسبت. ماشي ياما انت اللي كسبتي، مبروك ياما والله، انت حريفه والله العظيم. امال ايه يا واد، انا حريفه جدا. يا بنت الكلب يا بنت الكلب يا حوله. يلا يا منايل، يلا يا ابو زير قوم يا ابو زير، يلا يلا قوم. مش قادر يا ام كشري اقوم، دماغي مصدعه جدا. يا لهوي ما تقوم يا راجل، وانا ضربتك برصاصه. والبعيد ما بيحس، مهما ضربت فيك ما بتوقعيش ابدا. مش مهم، انت وقعت الواد ابني، في ايه يعني لما وقعك؟ خلاص يا ام كشري هاتي ايدك، هاتي ايدك قوميني. لا يا اخويا قوم نفسك، انا اروح اقوم ابني. قوم يا واد يا منايل. اي ما هو يا ام، اي ما هو. يا دماغي. يا لهوي، هو ابو زير مات ولا ايه يا ام؟ رجاله رجاله اللي تعبانه معايا حبايبي، يلا رجاله يلا عشان نكمل، يلا عشان نكمل، تعال تعالوا يلا. طبعا يا جدعان الناس دي تعبانه معايا، فلازم يطلعوا معايا حتى في الكواليس، يعني مش شرط ايه يبقوا معايا في الفيديو، بس هيطلعوا معايا في الكواليس. اخويا ورجاله المحترمه، تعال يا يوسف يا ابن اختي، يلا تعالوا يا جدعان تعالوا هنكمل هنا. يلا يا يوسف، يلا يا يوسف تعال، هات يلا الحاجه دي، امسك يا اسطى، امسك يلا كده، هات الحاجة دي هنا مكان ما كشري كان واقف. هات يا اسطى، حطها هنا بقى يا يوسف برضه. ايوه تسلم يا بطل، هنا ايوه مكانها كده، هنا هنا ايوه هنا، سيبها بقى يلا امسك. يا ولاد العبط مش عارفين تجيبوها، طب خدي دي بقى مني يا ام كشري. يخرب بيتك يا حولة. قرب من هنا كده يا يوسف. ايوه يلا واحد تعال، بس 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 واحد اثنين ثلاثة. ما جاتش فيا يا اما. يخرب بيتك يا ابو الزير، فيا يا جدعان؟ اثنين ثلاثة. ما جاتش فيا يا ابو الزير يا منيل، خد دي. اثنين ثلاثة. اي يا جاتش فيا، خد بقى انت المرة دي بالتوم. حبيبي. يلا حبايبي. بقول لكم ايه بقى، لو عاوزين جزء تاني من الفيديو ده كله يعمل لايك للفيديو ده وينزل في الكومنتات، ولو عاوزين جزء تاني يا ام كشري يلا يا جماعه اعملوا لايكات ما تكسلوش، وفي فيديو ظهر هنا وفيديو ظهر هنا اعملوا له لايكات وخشوا اتفرجوا عليه. سلام.